أعزائي المشاهدين، اليوم راح استعرض لكم أفضل الألعاب القادمة لعام 2024. طبعا في كمية ألعاب رهيبة راح تنزل هاي السنة، ولكن راح نستعرض أفضل 10 ألعاب، وأيضا راح ندقق على الترتيب. وطبعا إذا لسه ما اشتركت وقف الفيديو اشترك يا عزيزي. أوكي أوكي، وراح نبدأ بلعبة سكالن بونز، واللي هي من تطوير استديو اوبيسوفت، اللي كانت المفروض تكون حزمة عن احد اجزاء لعبة اساسن كريد، ولكن تحولت الى لعبة مستقلة ما لها علاقة باساسن كريد. طبعا شفنا كم اللعبة رهيبة بعد ما تمت دعوة اشخاص عشان يجربون نسخة البيتا، وكان اراء معظمهم ايجابية نوعا ما، واللعبة تكلفتها جدا عالية، دافعين عليها فوق ال 100 مليون دولار. وطبعا من اسمها بالعربي الجماجم والعظام، فهي على الاغلب لعبة قراصنة، واعتقد راح تكون الافضل من نوعها. راح تنزل المفروض بعد اسبوع بتاريخ 13 فبراير من هاي السنة على جميع الاجهزة. اما بالنسبه للعبه الثانيه اللي راح تكون معنا، هي لعبه مايكروسوفت فلايت سيميليتر نسخه 2024. طبعا الجزء الاول نزل عام 2020 وكان جدا خرافي، وكان نقله نوعيه في عالم الالعاب. من الوهله الاولى راح تعتقد انها لعبه طيارات زي اي لعبه طيارات، ولكن خليني افاجئك انه هاي اللعبه حطوا لك فيها الكره الارضيه، وبإمكانك تروح على أي مكان بالعالم داخل اللعبة باستعمال الطيارة اللي ودك إياها، لدرجة أنه تقدر تطير فوق البيت أو الحي اللي ساكن فيه، شيء جدا خرافي. واللعبة نجحت نجاح باهر، لدرجة أنه مايكروسوفت أعلنوا عن جزء ثاني راح ينزل هاي السنة، وممكن يكون في تطور عن الجزء الأول من ناحية جرافيكس أو الناحية التقنية أو حتى التنوع بالأحداث والطائرات باللعبة، وتقدر تحملها من أول يوم تنزل فيه عن طريق خدمة إكس بوكس جيم باس أو إكس بوكس أو حتى بي سي، وراح تكون من أفضل الألعاب المحاكي اللي راح تنزل. بالمرتبة الثالثة عندنا لعبة بلاك ميث ويكينج. طبعا اللعبة الصينية، واعتقد اللعبة هاي راح تكون اول لعبة صينية قوية، وراح تنافس الالعاب اليابانية والغربية. اذا اللعبة من اول نظرة لها راح تحس انها لعبة سولز زي سلسلة العاب دارك سولز والدر رينج. Welcome, the destined one. The destined one who doesn't even know what he's destined for. Those old rascals, they surely know how to name. والصراحة أنا من محبين السولز، لهيك راح أطبلها طبعا. وشفنا لها الجيم بلاي وكان جدا رهيب، والإعلان التشويقي كان رائع من إثارة وتشويق وقتالات ملحمية، وأيضا تأثيرات بصرية إبداعية، وإذا فعلا اللي شفناه راح يكون موجود راح تأثر على كثير من اللاعبين، ونظام اللعب فيها راح يكون RPG، وكان رأي أغلب الناس عنها إيجابي. طبعا اللعبة راح تنزل في 20/8، لسه مطولة، ولكن ممكن تكون أحد أفضل ألعاب السنة. في المرتبة الرابعة عندنا لعبة دراغونز دوغما الجزء الثاني. واللي كان جزءها الأول في عام 2012، وما كان في ناس كثير تكلموا عنها، ولكن لحسن الحظ مع الوقت كونت لها جمهور كبير، وهسه بعد 12 سنة راح ينزل الجزء الجديد. اخوان متحمس للدرجة، والصراحة اللي شفناه من عروض تشويقية كان خرافي. أكلاسات المتعددة باللعبة وتميز اللي بينهم، الزعماء والوحوش الجديدة، وكيف ممكن تستغل البيئة اللي حولك في معارك الزعماء. أداء شركة كابكوم وأصداراتها ذي الجودة العالية في السنوات الأخيرة تخليني أعتقد أنه راح تكون أحد أفضل ألعاب السنة. دراغونز دوغما 2 قادمة في 22 مارس على جميع الأجهزة. في المرتبة الخامسة عندنا لعبة نورس فور ذا ويكيد. من تطوير شركة مون ستيديو، والتريلر تبعها أبهرني الصراحة لما عرضوها في حفل الجوائز، جدا أعجبتني الرسوم الفنية لها، وبالأخص تصميم الشخصيات. ورونا شوية من الجيم بلاي، وفعلا شكلها لعبة أكشن RPG مستوحاة من ديابلو، بس شكلها راح تدمج أسلوب اللعب ديابلو مع السولز، نظرا انه اللعب هنا يركز على الدوج والصد. طبعا اللي شفناه شيء بسيط ولا نستبق الاحداث، راح تكون من افضل الالعاب القادمه، وراح تكون على جميع الاجهزه بتاريخ غير محدد هاي السنه.
قبل ما أقولكم شوي شو هي اللعبة السادسة، خلينا نتكلم شوي عن العاب الار بي جي. هل تعتقد انه فعلا في هذا الوقت اغلب توجه الشركات صار للالعاب الار بي جي؟ وهل فعلا الناس تعشق هذا النوع من الالعاب وقلة اهتمامهم بالالعاب الشوتر والحلب اللي قاعد يصير عليها؟ لانه هذا اللي قاعد اشوفه اخر فتره. ما اعرف الصراحه، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. خلينا ننتقل الان للعبه في المرتبه السادسه، راح تكون معنا لعبه هيل بليد 2 سونسو ساغا. This place of fear and fury. طبعا كلنا انبهرنا بالتريلر الرهيب، ولكن الشيء الخرافي اللي كان هو الجرافيكس. كيف استديو مستقل يطلع جرافيكس ينافس واذا مو افضل بعد من شركات تريبل اي، وحطوا شويه من الجيم بلاي وكان جدا حماسي. الصراحة عجبني اللي شفته بتريلر وشجعني ألعب الجزء الأول قبل نزول اللعبة. طبعا اللعبة قادمة هاي السنة بتاريخ غير محدد على أجهزة الإكس بوكس والبي سي، وأعتقد رح نافس كثير ألعاب ضخمة قادمة هاي السنة. ننتقل بعدها للعبة في المرتبة السابعة، لعبة سبيس مارين 2. اللي تأجلت أكثر من مرة، اللعبة هاي خرافية، جيم بلاي رهيب وحماسي وبكل لحظة، وجرافيكس خرافي ودموي وعنيفة. اللعبة قصتها جنود فضائيين يقاتلون ضد قوى الشر في الفضاء الخارجي، تجربة قتالية ملحمية. طبعا فيها تنوع بالعوالم والقدرات الفردية للاعب، وفيها عناصر قتال قريب وبعيد وتكتيكي واستراتيجي. اللعبة فيها تأثيرات بصرية خرافية تخليك تحسها واقعية. راح تنزل في 9 سبتمبر لهاي السنة على جميع الأجهزة. في المرتبة الثامنة عندنا لعبة بانشرز. لعبة أكشن آر بي جي من المنظور الثالث من تطوير استديو Life is Strange. قصتها غريبة جدا، أنت تلعب شخصية وروح وكل واحد له قدراته، تقدر تنتقل بين العالمين عشان تحل الألغاز وراح تقاتل الأعداء، وأنا الصراحة متحمس أجربها وأشوف القصة. أفكار إبداعية الصراحة، وراح تكون تجربة غريبة وجميلة بنفس الوقت. انه تتحكم بشخصيتين هذا شيء جميل، وصراحه حبيت هاي الطريقه. من الاسئله اللي ببالي، هل كل شخص له قصه لحال او اثنينهم قصه واحده؟ طبعا راح تنزل في 13 فبراير لهي السنه وراح تكون على جميع الاجهزه. في المرتبه التاسعه عندنا لعبه ذا بلاك سكوير. هاي اللعبة راح تكون تحفة فنية، شكل العالم والرسم وأفكار المراحل الرهيب، كيف تقدر إنك تتحول من رسمة إلى 2D إلى 3D، متخيل داخل اللعبة؟ الصراحة جدا 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 متحمس لهاي اللعبة، وتعجبني الألعاب اللي راح تكون خارجة عن المألوف بأفكارها، والتوجه الفني والإبداعي واضح الصراحة باللعبة، وراح تنزل على جميع الأجهزة، وعلى الأغلب راح تكون في الربع الثاني من السنة، والآن ننتقل للمرتبة العاشرة، عندنا لعبة فلنت لوكس. We saw them as saviors. Instead, اللعبة هاي تأجلت أكثر من مرة، اللي كانت المفروض تنزل العام الماضي، وأتمنى يكون هذا بهدف تحسين جودة الجرافيكس والأنيميشن. وطبعاً لعبة RPG عالم مفتوح فيها من جميع العناصر، والقتال من السحر والسيوف، والجيم بلاي كان جدا لطيف، والتنقل برضو بالعالم كان جميل. أحب الألعاب اللي فيها توجه فني وفي متعة بصرية للعين، وراح تنزل على إكس بوكس وبي سي وبي اس 5، وراح تكون تقريبا في شهر 8 حسب ما هو موضح. طبعا يا ريت تشاركونا قائمتكم للالعاب وارائكم، وشو هي اللعبه اللي شدت اهتمامكم. ما تنسوا اعزائي اذا عجبكم الفيديو اشترك ارجوك، خلينا نوصل 1000 مشترك، ونراكم بفيديوهات قادمه. سي يو.